استاذ بريق، حدد النقاط اللي عايز تتكلم فيها. اتفضل. والله يعني عايز اتكلم في جزئيه مهمه، يعني دايما برضك حتى في حاله يعني خساره الزمالك التركيز يعني الاهلي في حاله الخساره بتاعه الزمالك، انا بتكلم يعني التركيز بيبقى ازاي الاهلي قدر يكسب، في حاله فوز الزمالك اللي هو الاهلي خسر ليه؟ فدي حتى برضك بتبقى نقطه يعني مش حابه، لانه نادي الزمالك بصراحه يعني كان تفوق على اللعيبه كلها في اماكنهم، وده زي ما قال الكابتن شيكابالا، قال لك احنا ايه الناس، احنا الناس صدقت، اللعيبه لازم تصدق مش الجمهور، يعني اللعيبه لازم تصدق في نفسها، يعني اللعيبه تصدق انها لما بتعوز حاجه بتقدر، زي ما انت قلت فرق النقط الكبيره في الدوري ده ما يضيعش من نادي الزمالك، ما يصحش نادي اصلا نادي الزمالك لازم ينافس على بطوله، فانت اللي لازم تصدق على اي بطوله مش على بطوله طبعا بطولة. انت النهارده صدقت انت كلاعب مش اهلي والزمالك ده دي شخصيه الاهلي طبعا والزمالك. النهارده انت راجل، انت النهارده نزلت الملعب مصدق انك انت تقدر تفوز على الاهلي وقدرت تعمل كده، جوميز النقط اللي كنا بنقول عليها سلبيه ازاي هيبدا في نص الملعب ويسيب يعني هيدي فرصه للاهلي، بقت نقطه ايجابيه لما انت لعبت، واحد زي دونجا كنا نقول هيقدر يلعب ولا ما يلعبش من الاصابه، لعبه كان نجم المباراه عبد الله السعيد اللي انا قلت ان هو يحقق الوعد الغائب اللي ما حققهوش انه ما جابش البطوله لا قبل كده، فهو اول بطوله لعبد الله من يوم ما مشي بالاهلي طبعا جاب بطوله طبعا من يوم ما مشي بالاهلي دي اول بطوله له. اه طبعا هو لعب في بيراميدز لسه جايب ما خدش الكاس فنلندا وبعدين راح اهلي جده وبعدين رجع على بيراميدز وبعدين كلها فترات قليله يعني الفتره الطويله هو بيراميدز ودلوقتي الزمالك يعني بدايه لسه يعني لسه يعني اول بطوله ليه شوف بقى له كام سنه ما هو لسه انت قدامك كام يوم هيبقى ياخد البطوله الثانيه، فهو عبد الله السعيد في فرصه كبيره انه يحقق بطولات كتير فين دي كام يوم دي فين سوبر المصري يعني اه لسه يعني ما تقلقش على عبد الله السعيد لسه قدامه بطولات كتيره، فان عبد الله برضك في السن ده وبيتالق بالمستوى ده فده شيء رائع لعبد الله. فكره برضو كده كابتن حسين لبيب وصف انه ايقونه من ايقونات الزمالك، خلي بالك عبد الله السعيد وشيكابالا، شفت انت شيكابالا بيجري ورا زيزو ازاي من على الخط بيتواجد، ففكره القائد اللي موجود داخل نادي الزمالك، نادي الزمالك محتاج حد يعني يقوم اللعيبه يفوق اللعيبه، ولو تفتكر قبل كده اللعيبه يعني في يوم من الايام ثبت المدرب شيكابالا قال لهم ما لكمش دعوه بالمدرب لما عملوا الريمونتادا ده في مدى اوسوريو ما لكمش دعوه بيه بالمدرب خالص الزمالك كان خسران واحد الشوط الاول فرجع عمل ريمونتادا كبير، ففكره اللعيبه نادي الزمالك لازم تصدق نفسها. لعيبه نادي الزمالك فيه عناصر جيده، الزمالك طبعا محتاج تدعيم، الزمالك مر بظروف صعبه، لكن انا الاول انه نادي الزمالك يعود كما كان منافسا في كل البطولات، مش هنقول حاله ثقه لكن في حاله فرحه، في حاله سعاده بنادي الزمالك ان هو قدر يرجع تاني. الاهم برضو انه حتى يعني فكره انه المنظومه بتاعت النادي الاهلي دي طبعا رائعه ومفيش خلاف فيها، لكن الماتش انت الدكتور وليد بيقول جمهور الزمالك بيفرح، جمهور الاهلي ما بيفرحش كتير لكن بتوجع قوي، يعني جمهور الاهلي لا احد ينكر انه الخساره من نادي الزمالك موجعه، وليه بالذات ايه لا موجعة جدا لا وبالذات من الزمالك يعني لا يعني هزيمه ثقيله يعني، وفي السوبر الافريقي هزيمه ثقيله وهزيمه موجعه لجمهور الاهلي، والدليل ان جمهور الاهلي هزيمة ثقيلة. يعني جمهور الاهلي اللي هو النهارده كنت يعني بتتكلم عن كولر ضربات جزاء كولر يعني. لا الهزيمه في حد ذاتها مش على النتيجه صعبه توصل اه طبعا هزيمه موجعه 5-0 لا هزيمه ثقيله وموجعه الاثنين، انا ما بتكلمش عن نتيجه النهارده الاهلي ما فيش ما حصلتش في تاريخه ما يجيبش كورنر، ما انا بحكي يا استاذ محمد النهارده جمهور الاهلي اول مره يعترف انه فريقه كان بعيد، النهارده كولر هو كان لامس قلوب الاهلاويه برضه عارف لو الاهلي لعب كويس كولر الزمالك لعب كويس والزمالك كسب منطق، لكن الجمهور برضه الاهلاوي شايف انه انت تعرف حتى لو انت تعرف ان جمهور الزمالك جمهور الزمالك حتى لو الماتش خسر جمهور الزمالك كان فرح بلعبته، يعني دايما الزمالك بيبحث على الاداء لانه ادى هو جمهور الاهلي شايف ان الاهلي مش ادى، وبعدين كانت اكتر ميزه الاهلي بيمتاز بيها عن اي نادي اللي هو في الدقيقه الاخيره روح الاهلي، يعني انت فكره مش احنا شفنا الروح في الزمالك لا طبعا ما شفناش روح في الاهلي، وانا عاوز اتكلم على كولر، يعني كولر كان لامس القلوب في الاهلاويه لان هو زي جوزيه، النهارده لما مال الكابتن محمد رمضان يقول لك لا ممكن يرفضه فالنهارده يقول لك لا جوزيه يمشي كل ده عشان خسر فكولر طبعا طب وانا مش بتكلم زي كده اسال اتكلم في النهارده يعني كولر تابع خد 2 دوري و2 افريقيا و2 كاس مصر جنب جنب الخساره كل حسمته ده جنب خساره السوبر من الزمالك جمهور الاهلي نسي حاجات كتيره لكولر، النهارده لما بتكلم على الكابتن يعني كل البطولات دي طبعا في خلاص وكاس السوبر اصل حاجه يعني كذا حاجه في بعض ميكس خساره من نادي الزمالك خساره السوبر الافريقي، النهارده انت بتتكلم في نادي الاهلي ونادي الزمالك مش ميكس جت اتنين ما انا بقول لك في اكتر من حاجه يعني اكتر مثلا ليلى عبد اللطيف و الفلوس الكتيره برضك مليون دولار يعني بطوله كويس جدا فبقول لك لو وجيل الزمالك في وقته طبعا الزمالك محتاجها زيزو وتالقه النهارده الراجل بيثبت ان هو يعني فعلا ما فيش كلام تاني ينفع يتقال ان زيزو يمشي يعني خلاص الراجل وجوده خلاص زي ما اتقال فعلا ده من الاصول الثابته في نادي الزمالك ما ينفعش يمشي فيه، فانت بتتكلم على النهارده ماتش
يعني فعلا مش هيكون يعني زي الزمالك كان محتاجه جدا عشان انطلاقه جديده. نفسي اديك والله دقيقتين. خد كلمه يا دكتور وليد خلاص. كمل يا استاذ بليغ. هو بتتكلموا كتير يعني. الدكتور وليد هيتكلم هيقول لك اسباب خساره الاهلي. يعني كل مره فرحه الزمالك يا استاذ محمد. اقول لك بقى اسباب خساره الاهلي. يعني فرحه نتكلم عن يعني نتكلم عن فرحه الزمالك. انا مش هتكلم عن اسباب خساره الاهلي. اتكلمنا فيها يعني. انا بقول لك كولر النهارده اللي بيتكلم النهارده